أكيد هاي كرة قدم، يعني ما في فريق داش وهو ضامن الفوز، ولا في فريق داش المباراة وهو ضامن الخسارة. فوارق فنية، في فوارق فنية السد، يعني لو تشوف انت حتى يمكن لو يلعب مع المنتخب راح يفوز على المنتخب، لكن احنا خلينا نقول احنا عندنا ان شاء الله سلاح الروح ان شاء الله باذن الله والجمهور ان شاء الله، ولازم نطبق تعليمات المدرب. طبعا احنا يعني تقريبا نعرف شنو الاشياء اللي تميز لعبه نادي السد، شنو الاشياء اللي يعني عندهم ضعف فيها، فرح ان شاء الله نحاول ان نستغل هالشيء، وان شاء الله يعني نطبق كلام المدرب ونحقق ان شاء الله الفوز. اكيد في يمكن 5 سنوات احنا ما قدرنا يعني نتغلب على نادي السد. أكثر نتيجة إيجابية سويناها اللي هو التعادل. هو ممكن يكون بعد الشيء نفسي مرات، أنت شلون يعني تهيئ فريقك عشان يدش المباراة وما يفكر في موضوع أنه والله 5 سنوات إحنا ما قدرنا نفوز على نادي السد. وأعتقد الإدارة والمدرب يعني الحمد لله يعني اشتغلوا صح، خاصة إحنا عندنا مبارتين في الدوري، عندنا بعد نهائي كأس الأمير، فاعتقد الفريق قاعد يعني الجهاز الفني والاداري يعني يعدونه بشكل جيد ان شاء الله، وراح تشوفون ان شاء الله هالشيء ان شاء الله في المباراتين ان شاء الله اللي راح نلعبهم مع نادي السد. عن موضوع الفوارق، فاكيد يعني في فوارق فنيه، ونقدر مثل ما قلت يعني نطبق كلام المدرب، نمشي على خطة المدرب، الروح، ما ندش المباراة وخلاص حاطين في بالنا ان احنا يعني راح نخسر، بالعكس احنا بعد عندنا فريق يعني قادر ان شاء الله انه يحقق ان شاء الله 3 نقاط.